ان بمجرد انه لقى عندك واحد زايد او بدون كمامه كيوقف لك ديك الناس وينزل لك ديك الناس ويدي لك العربه للمحجز. دونك هما خصهم يطبقوا القانون اللي هو 50%، الشركات باغا تفرض عليهم 100%. والمعمل عطاو له 50% كيخدم 100% وكيقول لك الا ما زيدتي لي شي هاد الناس مشي بحالك ما غتخدمش معايا. احنا هاد الوقفة عملنا بناء على التعسفات اللي كتمارس على السائق المهني، من ضمنها هي الطاقة الاستيعابية اللي هي الوزارة حاتزها في 50%، وحنا كنتفاجئوا ان رؤساء المعامل والمصانع كيطالبونا باش نهزوا 100%، والا كيقولوا بان فخص العقد، العقد اللي كيربط بيناتنا التعامل هو كيبغيو يفسخوه، اذا حنا نطالب الصوت الأمنية والجهات الوصية باش تدخل تحلنا هاد المشاكل هادي اللي هي كالتالي، أول حاجة نطالب زيادة في عدد المقاعد اللي كتوصل حتى 75% بحال نقل المسافرين. ثانيا المخالفات المتعلقه بالسحب رخصه السياقه تحول من جنحه المخالفه، لان السائق المهني عنده رخصه السياقه مصدر العيش ديالو. واخيرا بغينا نخفوا الضرر على هذا القطاع والمراقبه الامنيه تقلل شويش، خصوصا الساعه ديال الدروه ما بين 12 و 2 هذه الساعه ديال الخدمه، حنا هنا كنطالبوا ان المراقبه ما تكونش في هذه الساعه هذه. الاشكال الحقيقي باش نوضحوا الصوره هو ان الشركات اللي كان قبل كان مشكل ديال كوفيد 19 وكانت انهم قلوا خفضوا يد العامله، اليوم رجعت يد العامله تقريبا راها 100%، دونك ولا مفروض انهم يشتغلوا هما بليفيكتيف كامل. بينما الاخوان ديالنا اللي عندهم شركات ديال نقل المستخدمين دفتر التحملات يفرض عليهم 50%، دونك هما خصهم يطبقوا القانون اللي هو 50%، الشركات باغا تفرض عليهم 100%، دونك هاد الوضعيه بالنسبه لنا غير مقبوله. دونك السلطات توضع هي اللي خصها تلقى الحل لهذا الوضع هذا، يا اما كلشي يخدم 50%، يا اما كلشي يخدم 100%، يا اما المؤسسات يخدموا 100% ولكن ليفيكتيف يدوبلوه، مهم يلقاو معنا حل. احنا هذا قطاع النقل المستخدمين، هاد الناس الاباطره اللي عندهم شركات كبارين هما ولاو كيحتكروا على هاد الشركات الصغارين خصهم يقتلوه، كنخدموا معاهم ما كيخلصوناش. كاين اللي عنده دا الناس 4 شهور ديال الخدمه 800 مليون دال الناس، ودابا كيعيط لان الناس خصهم يدخلوا من الفوريا. والدوله كتشجع المقاوله الصغرى، يعني الناس اللي المقاوله الصغرى، حق هاد الناس خصهم يقتلوه. سيدنا الله ينصرو كيأكد على المقاوله الصغرى خصها تدعم. وفين هو الدعم ديالنا؟ حنا الدعم ديالنا هو الاحتكار. حنا الدعم عندنا هو الاحتكار في المهنه، كيحتكروا علينا هاد الناس، كنخدموا معاهم ما كيخلصوناش. كنخدموا مع الناس كيعيطوا الان خصهم يدخلوا لنا الفوريال باش كيعملوا لنا العرقله في العمل. هذا هو اللي كنطلبوا المطالب ديالنا حنا ومالو. حنا عندنا عرقله في العمل، يعني كيوقفك الشرطي دابا وساعه يوقفك واحد الاوراق هذاك بلا كمامه. واش انا السلطه نقول له انا المواطن عمل الكمامه؟ انا ما عنديش الصلاحيه باش نهضر مع المواطن نقول له عمل الكمامه. المواطن راه كيتفرج في التلفازه كيشوف هادي عنده التليفون، العالم كيشوفو قدام وانا نهضر معاه نقول عمل الكمامه ويضربني الا قلت عمل الكمامه. انه فعلا حنا مع القانون نعطيوه الوراقي يعمل واحد كونترول ديالو، لكن كاين واحد المساله اللي هي اثارت الغضب ديال السائق المهني، هي انه في حاله ما اذا لقى مثلا كيف كتعرف ان الحال الطوارئ اللي وقع فيها بالمغرب الان كيقول لك خصك تهز فقط 10 ديال الناس. الو واخا حنا مع القانون ليس ضد القانون، لكن ان بمجرد انه لقى عندك واحد زايد او بدون كمامه كيوقف لك ديك الناس وينزل لك ديك الناس ويدي لك العربه للمحجز الفوريان. يعني كيف يعقل انك تقطع واحد الرزق ديال واحد السيد؟ احنا مع القانون، عمل له مخالفه، دير مخالفه اخي، احنا ماشي ضد المخالفه، دير مخالفه، عمل له مخالفه يخلصها، ولكن انك ان فوا تديله العربه للمحجز لمدة 15 يوما، فهذا أظن أنه قد ما هو أنك المشاكل
اللي حنا كنعانيوها والازمه اللي وقع فيها البلاد وتزيد انت ازمه على ازمه. هذا 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 يعني تدمير للاسر وتدمير للاقتصاد حتى البلاد باش تتوقف السيراد هذا وتوقف السيراد هذا. وزيد على ذلك على ان كل يعني كل منطقه كيوقفونا في كل منطقه كيجي بوليسي كيدير لك واحد الوقت ما يزيد عن ربع ساعه ربع ساعه يجي يكونترولي الوراقي ويطلع لك ويحسب لك ديال الناس. الا قلت لك جبر لك غير واحد عيد لك طوموبيل الفوريان. حنا مع القانون اسيدي طبق القانون عمل له مخالفه يخلصها ولكن ما تديلوش العربه الفوريان. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.